أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة سليمة لشوطنا 25 في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، شوط الختام في هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة والرائعة. كما ننوه بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية في ظهر هذا اليوم، مع انطلاقات أيضا لقايا أصحاب السمو الشيوخ. شوط الختام شوط خاص باللقايا الجعدان المهجنات الأصايل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نتابع البداية والمقدمة والحذر من قاد المجموعة، كاسب بن سعيد بن مصبح بن كاسب المسافري من يعلن هذا التقدم بناموس هذا الشوط، ولكن أرى لافي مع المركز الثاني لعلي بن سالم بالحوتة العامري يتقدم على مستوى المركز الثاني. ثالث التحديات انطلاقة شاهين لسلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي. نتابع المركز الرابع، نتابع الصيرمي من يتسلل على مستوى المركز الرابع لظافر بن هادي بن مسعود أو شاهين يتسلل. مشاهدينا متابعينا الكرام، بالفعل شاهين يأتي على مستوى المركز الرابع لسعيد بن غانم بن يريو المنصوري يتقدم مع المراكز المتقدمة. خامس المراكز الدالوب من الجانب الآخر لمحمد بن عبد الله بن معيضد النيادي، والانطلاق القادم في هذه اللحظات من الصيرمي ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي مقدما لتحدياته. الصيرمي من بدأ يتقدم أيضا مع المراكز المتقدمة. نتابع المركز السابع بهذا الأداء المثير وأرى التحديات مع طايش عبد الله بن محمد بن ويهب الزفنة العفاري، يقدم طايش على مستوى المركز السابع. ومع المركز الثامن تحديات مايهاب لمظفر بن غلام بن موسى البلوشي، من يتابع مايهاب على مستوى المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، نتابع المركز التاسع مشاهدينا متابعي الكرام، المركز التاسع على التقدم في هذه اللحظات. نتابع شهاب النايع بن سالم بن سيب الشاوي الغفري يتقدم مع المركز التاسع ومع المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات مع راهي للسيب بن احمد بن خزاع العامري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المنطلقة في أول ندانة للعشر الأسامي المندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنعود مع الصدارة. وأرى التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة، ولكن أرى أيضا التحديات مع الحذر، ولكن من الجانب الآخر والضغط المستمر على مقدمة هذا الشوط الحذر لكاسب بن سعيد بن مصبح بن كاسب المسافري يقود هذه الجموع، ينطلق بالصدارة منذ البداية. ولكن أرى شاهين مع المركز الثاني لسعيد بن غانم بن يريو المنصوري ينطلق على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر الصيرمي وظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي في متابعة الصيرمي. ننطلق مع المركز الرابع كي أرى لافي لعلي بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري في متابعة لافي على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس وصل طايش مع المركز الخامس لعبد الله بن محمد بن ويهي بالزفنة العفاري، يتقدم ينطلق يندفع مع المركز الخامس ومع المركز السادس. نتابع الدالوب لمحمد بن عبد الله بن معيضد النيادي، وأرى التقدم أيضا لشهاب لنايع بن سالم بن سيب الشاوي الغفري. بدت الأسامي تقترب مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن الحذر من البداية يقود هذه الجموع، ينطلق بالصدارة. لوحة الإعلان
الألف والمئتين ما تبقى عن خط النهاية، وكاسم بن سعيد بن مصبح بن كاسم المسافي يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة الحذر. ولكن أرى شعار بالحوتة مع لافي علي بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري ينطلق أيضا. خلي بالك أهالي طوية، أهالي طوية يطالبوا سلامات هذا الشوط. ومع المركز الثالث نتابع شاب لنايع بن سالم بن سيف الشاوي الأغفلي. من يقدم تحديات شاب من الجانب الآخر أيضا. نتابع التحديات مع شاهين سعيد بن غانم بنيري والمنصوري الكوكب رباعية على المقدمة، والحذر يسيطر على مقدمة هذا الشوط منذ البداية. مشاهدينا متابعينا الكروم، ولكن أرى التحديات والتسلل من الجانب الآخر. شاهين بدأ يتسلل، سعيد بن غانم بنيري والمنصوري شاب مع المركز الثالث لنايع بن سالم بن سيف الشاوي الأغفري وشعار بن حوت يتقدم مع المركز الرابع علي بن سالم بن أحمد بن حوت العامري. واللحظات الأخيرة الحذر على الصدارة بدأ يباعد المسافة، بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا لكاسم بن سعيد بن مصبح بن كاسم المسافري، والسلامات لأهالي جلفار، أهالي رأس الخيمة، هم الأقرب لناموس هذا الشوط. سلام وتهانينا لكاسم بن سعيد بن مصبح بن كاسم المساوري. المركز الثاني شاهين سعيد بن غانم بن المنصور. المركز الثالث شاب نايع بن سالم بن سيف بشاوي الغفري. المركز الرابع لافي علي بن سالم بن حوت العامري. المركز الخامس ياتي طايش عبد الله بن محمد بالويهي بزفنا العفاري. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الحذر إلى خط النهاية. يقطع مسافة 5 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 47 ثانية، 7 الزامنة الثانية. تهانينا لمالك الحذر كاسم بن سعيد مصبح بكاسم المسافري. شاهين ياتي مع المركز الثاني بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية 7 دقائق 51 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لسعيد بن غانم بنيري والمنصور، بينما اللي وصل مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هذه لحظات وصول المركز الثالث. ياتي شاب بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 53 ثانية، 9 الزامنة الثانية. تهانينا لمالك شاب نايع بن سالم بن سيف الشاوي الأغفري. تهانينا للجميع والناموس. وإلى ملخص سباق هذا الصباح مع الزميل حمد بضبي بشامسي.